تمام، شكرا يا باشمهندس. عند ال ان اس بساوي 120 اف على بي، فانا لو اتحكمت في الاف دي هقدر ان انا اتحكم في ال ان اس، وبالتالي اتحكم في سرعة الروتر اللي هي ال ان ام، ولو اتحكمت في النمبر بولز هقدر ان انا اتحكم في ال ان اس برضه. خلينا الاول في النمبر بولز. هنا لو انا غيرت البولز بالشكل ده مثلا، يعني هنا مثلا التوصيلة دي مدياني ان هما 2 بولز، ليه؟ بسبب اتجاهات التيار. هنا اتجاه التيار كده ماشي، هنا كده هرجع كده وهكذا، ده هيديني 2 بولز بالشكل ده. ممكن اخلي ال2 بولز بتوصيلة مختلفة 4 بولز. الكلام ده المفروض ان احنا خدناه السكشن اللي فات، سوري الترم اللي فات مع السنكرونس لما كنا بنعمل الوايندنج. عرفتكم ازاي لو بدلنا التوصيلات بحيث ان التيارات اتجاهاتها تختلف ان احنا نعمل كذا. ده النمبر اوف بولز اتغير خلاص، فهنا نمبر اوف بولز 2، هنا نمبر اوف بولز 4. فانا لما اجي احسب السبيد من المعادلة دي لما يبقى 4 هنا غير لما يبقى 2، فالان اس هتتغير فالان ام هتتغير خلاص. فدي اول طريقة بعمل بيها كنترول على السبيد اللي هي باي بول تشينجينج او باي نمبر اوف بولز، كنترول باي نمبر اوف بولز خلاص. في نوع، يعني ده دي معلومة ليكم، في نوع مواتير اسمه الدهلندر موتور. الدهلندر موتور ده بيعتمد على الفكرة دي بالظبط، ليه توصيلة بنمبر اوف بولز وليه توصيلة تانية بنمبر اوف بولز مختلفة. يعني هو التيرمينال بوكس بتاعته فيه 4 6 6 نقط، لو وصلت على 3 منهم يديك سرعة، ولو وصلت على 3 التانيين هيديك سرعة مختلفة. فده بيعتمد ان هو بيستخدم تو سيتس اوف بول، يعني بيستخدم نمبر اوف بولز مختلفة في الثلاثة الأولانيين عن الثلاثة التانيين. فدي أول طريقة بعمل بيها سبيد كنترول، ان انا بغير في الايه في النمبر اوف بولز. تاني حاجة الايه الفريكونسي. انا الدكتور انا بتحكم في الفريكونسي، اتحكمت في الفريكونسي اقدر ان انا اتحكم في ال ان اس وبالتالي سرعة الروتر خلاص. عايزين نقعد بس ثانية هنا. فعليا على أرض الواقع أنا مش بقدر أتحكم في الفريكونسي بس، يعني لازم زي ما أتحكم في الفريكونسي لازم أتحكم في السبلاي فولتج، قيمة الفولت اللي داخلة اللي هي الفي واي، لازم أتحكم في الاتنين مع بعض. ليه؟ لأن أنا لو الفريكونسي دي مثلا أنا عليتها فبالتالي هيحصل لي مشكلة. يعني بلاش ندخل في التفاصيل، بس هيحصل مشكلة لو عليتها لوحدها. يعني لو عليت الفريكونسي، لو عليت الفريكونسي فالسرعة هتزيد، بس تعلية الفريكونسي هتعمل لي مشكلة في التورك، ولو قللت الفريكونسي السرعة هتقل، برضه هيعمل لي حاجة اسمها ويكنينج فلكس، ده برضه مش هيديني التورك اللي أنا عايزه. فأنا عارف إن الفلكس، لو إحنا فاكرين إن الـ E بتساوي 4.44 في K في فاي في F في T في number of turns. دي معادلة لو جبنا الفلكس لوحدها هنلاقي إن هي بتبقى عبارة عن علاقة بين الفي فوق والاف تحت. لو جبت العلاقه دي وجبت الفلكس لوحده هتلاقي ان هي بتساوي ايه على 4.44 في الاف في الان في الاف في التي. فانا الفلكس الفاي بيعتمد على الاي وبيعتمد على الاف. فانا لو زودت الاف بس وسبت الاي ثابته فانا بالتالي الفلكس عندي هيقل، او لو زودت الفلكس الفلكس لو زودت الفريكونسي الفلكس هيقل، ولو قللت الفريكونسي الفلكس هيزيد. فهيبقى في الفلكس غير ثابت، فبالتالي التورك هيبقى غير ثابت. ففي حته الفريكوانسي كنترول دي لازم الفريكوانسي تغيير الفريكوانسي يتم معاه برضو تغيير في الفولت، بحيث ان النسبه بينهم تبقى ثابته، بحيث ان الفلكس يبقى ثابت خلاص. فاللاين فريكوانسي ده فعليا مش بيتم لوحده، لازم الفريكوانسي بيتغير وقيمة الفولت برضو بتتغير، بحيث ان النسبة بينهم بتبقى ثابتة، بحيث ان التورك ما يتأثرش. ده تاني طريقة بعمل بيها كنترول في اللاين فريكونسي، كنترولينج لاين فريكونسي، ودي فعليا مش بتتم لوحدها، بتتم مع الفولت اللي هي في اوفر اف كنترول لو حد سمعها. دي تاني حاجة. بعد كده بقى بقدر اتحكم في السبيد مش بشكل دايركت. يعني ايه؟ انا نسيت الفولتج كنترول اهو، اتحكم في الفولت. الروتور ريزيستنس كنترول، الروتور ريزيستنس كنترول هو بيتحكم في التورك، وبالتالي لا نرجع معلش لدي. الفولتج كنترول
هنا هو بيتكلم ان انا مش بعمل بي اوفر اف، انا بعمل في بس، يعني بغير في البي بس. الفي بس لو فاكر معادلة التورك، ثانية واحدة جبتها لكم. فاكر معادلة التورك دي؟ فانا التورك هنا بيعتمد على الفي. احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا نغير في السبلاي فولتج بس، خلاص. فانا لو غيرت في السبلاي فولتج ده التورك هيتأثر، لان تقريبا كل الباقي ثابت. الفي دي لما تتغير التورك هيتغير، وبالتالي احنا عارفين، لو انتوا فاكرين برضو الكاركترستيك كيرف بتاع الاندكشن موتور، التورك بيتناسب عكسيا مع السبيد في حالة الاستيبل. فهنا لو انا غيرت في التورك فالسبيد هيتغير، ولكن الطريقة دي مش بتستخدم قوي، لأن تأثيرها على السبيد قليل، يعني هو تأثيرها على التورك عالي، يعني التورك هنا بيتناسب طرديا مع تربيع الفي، فالتورك هيتغير بشكل ملحوظ لو أنا غيرت في الفي، إنما السبيد مش هيتغير بشكل ملحوظ، والطريقة دي مش بتستخدم كتير. بس اللي بيستخدم أكتر الفي أوفر إف كنترول، بس بغير الفولتج وبغير معاها الفريكونسي بحيث النسبة بينهم تبقى ثابتة. هنا هو ده ايه التورك كاركترستكس، هنا بيبين ان انا التورك عندي، لو انا ده الفولت مثلا، هنا الفولت ال، هنا الفولت ال، فبتلاقي ان قيمة الماكسيموم تورك، اقصى تورك ممكن اخده، بتقل. هنا قيمة الماكسيموم تورك بتقل. الروتور ريزيستنس كنترول هنا بتحكم في ايه برضو من المعادلة دي، بتحكم في الار 2. يعني ايه ار 2؟ يعني انا عارف ان انا عندي نوعين من الاندكشن موتور. اندكشن موتور عبارة عن سكيورل كيج وسليب رينج او وند روتر. السليب رينج ده بيتوصل على سليب رينجز، على الايه، الملفات بتاعة الروتور بتتوصل على سليب رينجز، فانا بقدر اخد الملفات دي او نهايات الملفات دي واوصلها بريزيستنس خارجية، اكسترنال ريزيستنس، بحيث انا اتحكم في الار 2 دي او الريزيستنس بتاعة الروتور، وبالتالي هقدر اتحكم في ايه، في التورك. وبعد ما اتحكم في التورك السبيد برضه بتتغير بالشكل ده. بس خد بالك هنا الروتور ريزيستنس كنترول الماكسيموم تورك ما بيتغيرش. ليه؟ بص كده على معادله الماكسيموم تورك. معادله الماكسيموم تورك ما فيهاش ار 2 خالص، ما بتعتمدش على ار 2، فالتي ماكسيموم ثابت، انما التي ديفلوبد بيتغير مع تغير الايه، الاس، وطبعا بيتغير مع تغير الار 2 بالشكل ده. فالتي ماكسيموم ثابت اهو، خلاص. مش هنا اللي بيتغير الاس ات ماكسيموم تورك، بيتغير الاس ات ماكسيموم تورك، بتتغير وبتقل لغاية ما اوصل لغاية الايه، الاس بتساوي كام؟ بتساوي 1 هنا عند الستارت. ودي الطريقة بيوصل الريستات على السبرينجز بتاعة الوند روتر، وعلى حسب قيمة الار 2 بقدر ان انا، يعني ده عند ار 2 معينة. بعد كده زودت ار 2، بدل ما كانت مثلا 1 اوم خليتها 2 اوم مثلا، فادتني الكيرف ده، ادتني الكيرف ده. خد بالك هنا التي ستارتنج بتزيد مع زيادة الاكسترنال ريزيستنس اللي انا بوصلها. يعني انا لو وصلت ار اكسترنال زياده، ده هو اساسا ده بيستخدم، الطريقه دي بتستخدم مش عشان سبيد كنترول على قد ما هي بتستخدم عشان تزود لي الستارتنج تورك، خلاص. فدي بتستخدم عشان انا بزود الايه، الستارتنج تورك، مش بيستخدم اول السبيد يعني. في بقى شويه حاجات كده تفاصيل مش عارف الدكتور هيديها لكم ولا لا. الروتور ريزيستنس كنترول دي ليها كذا سيركت، والسيركتس ممكن ان انا اخد انرجي او باور بين الروتور وارجعها تاني للسبلاي، وحاجات كده في كرامر في سكريبيوس، بس الكلام ده مش موجود في المحاضره فانا مش هتطرق ليه. فاحنا عندنا دلوقتي كام نوع من الكنترول؟ عندنا اول حاجه تشينجينج بولز، سبيد كنترول باي تشينجينج بولز، باي بول تشينجينج، وبعد كده باي فريكونسي تشينجينج لاين فريكونسي او فريكونسي كنترول، بعد كده بنتحكم في الستيت اوف فولتج، ستيت اوف فولتج كنترول، ده 3 4 بتحكم في الروتور ريزيستنس، في برضه ستيت اوف ريزيستنس بس برضه الدكتور مش ذاكر. فدول الاربع حاجات اللي احنا بنعمل بيهم كنترول على السبيد بتاع الاندكشن موتور، خلاص. نحاول نبدا في الشيت كده ونحل. في حد عنده مشكله قبل ما نبدا؟ باشمهندس ممكن سؤال؟ يعني هو لما انا مثلا اقلل الفولتج اللي داخل، هو ده مش كده التورك هيضعف؟ التورك هيضعف. فالسرعة تقل صح؟ بص،
الابلكيشن ما اللي عدا في عايز مصر. اهو هنا. انا دلوقتي هنا الفولت اهو كان بقيمه معينه، ده الريتد فولتج، يعني هو الموتور ده بيشتغل على 220، انا حطيت له 220 فولت. طب انا لو حطيت له مثلا 110، لا هنخلي مثلا دي 380، هنا حطيت له 220. ف 220 اقصى تورك ممكن يطلعه الموتور في الحاله دي 50% من الايه، من الريتد بتاعه. يعني هو بيطلع مثلا 100 نيوتن متر، هيطلع 50 بس، خلاص. بس بنفس الكيرب بقى ونفس الاس ام، والسرعة هتقل. السرعه هتقل، السرعه هتقل بس بشكل غير ملحوظ. يعني السرعه الريتد سبيد بتاعه الموتور مش هتبقى نفس الريتد سبيد في الحاله الاولانيه، فهمت حضرتك. خلاص. بس هو يعني هو بشكل مباشر التأثير بيبقى على التورك مش على السبيد، هو تغيير التورك هو اللي بيغير في السبيد، مش يعني تغيير الفولتج بيغير التورك، والتورك هو اللي بيغير في السبيد، يعني نسبة للكاركترستيك كيرف بتاع الايه، بتاع الاندكشن موتور. طيب فهمت حضرتك. مش مهم. ابدأ الشيت. مع حضرتك. الشيت زي ما قلت 5 مسائل، ومسألة الماتلاب هنجربوا فيها في البيت، يعني مش ريبورت ولا حاجة، انتوا بس حاولوا تجربوا فيها كده. مسألة رقم 1، 50 هرتز، 3 phase induction motor has a rated phase voltage V1. The motor maximum torque at rated voltage and frequency occurs as slip off. دي السليب اللي بيحدث عندها الماكسيمم تورك هي الـ S maximum اللي هي 0.2 بير يونت. The motor is instead run from، هنا بقى عمل ايه؟ خلى السبلاي، انا مدخل سبلاي الاولاني في واحد والفريكونسي 50 هرتز، فهنا قال لي ان انا بدل ما ادخل السبلاي ده هدخل سبلاي تاني في 2 و60 هرتز، خلاص. بيقول لي ستيتور امبيدنس كان بي نيجلكتد، يعني ار واحد لو تفتكروا الاكويفالنت سيركت، ار واحد والاكس واحد مش هيبقوا موجودين، هيساوي صفر، وما دام ما ذكرش برضو الاكس اتنين بنعتبرها بصفر في الحالات دي يعني، خلاص. بيقول لك اف في 2 بيساوي في 1، يعني نفس قيمه الفولت هنا هي نفس قيمه الفولت، يبقى احنا كده عملنا فريكوانسي كنترول. فريكوانسي كنترول يعني غيرنا الفريكوانسي، بدل ما كانت 50 بقت 60. عايز الريشيو اوف كارنتس تورك ات ستارتنج اند ماكسيمم، يعني عايز الريشيو اوف كارنتس، يعني الاي اي كارنت ات ستارتنج، يعني اي ستارتنج واحد في الحاله الاولانيه بتاعت 50 هرتز على الاي ستارتنج الثانيه في حاله الايه، ال 60 هرتز. ثانيه واحده، نكمل. فهنا عايز ال I currents at starting اللي هي I starting في حالة ال 50 هرتز اللي هي كيس واحد مثلا، I starting واحد على I starting اتنين اللي هي في حالة 60 هرتز، والتورك برضو التورك واحد على التورك، تورك starting واحد على تورك starting اتنين، وتورك maximum واحد على تورك maximum اتنين. طيب شوف الحل. أنا عايز إيه؟ required الكلام ده زي ما لسه إحنا قايلين، في حالة إن ال V واحد بيساوي V اتنين وال F اتغيرت بقى 60 هرتز. فاحنا عارفين ال I starting، احنا طبعا ايه قلنا ان الكور ما دام برضو ما ذكرش الكور فهتتشال من الايكوفالنت سيركت، وال R واحد وال X واحد هيتشالوا، هيتبقى عندي الايه هنا ال X اتنين هنشتغل عليها، هنا ال X اتنين سوري انا قلت لك ال X اتنين لو ما ذكرهاش انا جيت اجعلها بس مش في المسألة دي، فال X اتنين هنا ما دام ما ذكرهاش هنعتبرها معانا عادي، فال X اتنين وال R اتنين على S والايه الاي اللي ماشي. فانا دلوقتي الاي ستارتنج، يعني انا لو عايز احسب الاي عموما تبقى الاي مساوي البي فيز على القيمه دي كماجنتيود اللي هي الجذر ار 2 تربيع زائد اكس 2 تربيع، المفروض هنا ار 2 على اس، بس ما دام اي ستارتنج يعني الاس بتساوي واحد، فالاس بتساوي واحد هنا مش هتبقى موجوده، خلاص. طب ايه الفرق بين الحاله الاولى والحاله الثانيه؟ الحاله الاولى كان فيها الفريكونسي ب 50 هرتز، الحاله الثانيه الفريكونسي فيها ب 60 هرتز. طيب الفريكونسي هتأثر على ايه هنا؟ هتأثر على سرعة. الاكس، هتأثر على السرعة تمام، بس انا بتكلم مثلا واحنا بنحسب الايه الاي، فهنا الحاجات اللي عندي هنا دي ايه اللي هيأثر، الفريكونسي هتأثر على ايه؟ الار طبعا الفريكونسي هتأثر عليها، ولا البي الفريكونسي هتأثر عليها كقيمة،
انما الاكس هي اللي تتغير، لان الاكس بتساوي ايه؟ بتساوي اوميجا ال او 2 في الباي في الاف في ال. فالاكس بتبقى قيمة في حالة الاف واحد، واكس 2 داش هتبقى قيمة في حالة الاف 2. فانا عايز احسب الاكس الجديدة مع تغير الفريكونسي، هعمل كروس، يبقى الاكس الجديدة دي هتساوي الاكس القديمة اللي هي اكس 2 في اف 2 على اف 1. خلاص، فالاكس هنا الفريكونسي هنا هتأثر على الاكس. فالاي ستارتنج في الحالة الأولى هتساوي في واحد على جذر ار 2 تربيع زائد اكس 2 تربيع، والاي ستارتنج في الحالة التانية بتساوي في 2 قيمة ال V2، المفروض V1 تساوي V2، يعني 2 تقريبا قيمة واحدة، جذر R2 تربيع زائد إيه ال X2 الجديد اللي هي ال X2 داش دي. فأنا كده عندي ال I starting في الحالة الأولانية 50 هرتز، وال I starting في الحالة التانية، بس هو عايز الريشيو ما بينهم، فهتحط ده على ده، ال V هتروح مع ال V طبعا، هتلاقي العلاقة بالشكل ده. العلاقة برضه مش هتطلع لي بحاجة، لازم أجيب ايه ال R2 بدلالة ال X2 او ال X2 بدلالة ال R2. انا عارف ان ال S maximum. باشمهندس بعد اذنك عندي سؤال ماشي. هو اي ستارتنج 2 احنا ليه حطينا الفريكونسي بتاعها 60 على 50؟ مش المفروض نقول 60 بس وستارتنج واحد تبقى 50؟ دلوقتي هقول ان عندك هنا X2، هنفترض ان هي مثلا انا في الحالة العادية عندها 50 هرتز، المفروض الموتور ده بيشتغل عند 50 هرتز، خلاص، فانا موصل له 50 هرتز، فهو ال X2 في حالة 50 هرتز مثلا بتساوي 2 اوم، فدي 2 اوم كده عند 50 هرتز. خلاص، انا بقى بدل ال 50 هرتز حطيتها 60 هرتز، فانا عايز قيمة ال X في حالة ان هي بقت 60 هرتز، فانا هضرب ال 2 دي كروس 2 في ال 60 على 50، هتطلع بالقيمة الجديدة، فانا هاخد القيمة الجديدة دي واحطها هنا، انت فاهمني؟ فهنا اه كأنها نسبة. تمام هي نسبة بالظبط، مش بنضرب ال 60 يعني، ما هو هنا ما ضربناش في 50، يعني هنا دي القيمة في حالة الـ50، فأنا عايز القيمة في حالة الـ60، فهتبقى نسبة. تمام ماشي خلاص. نكمل. ماشي. فأنا عايز أجيب علاقة بين الـ R2 والـ X2. طيب أنا عارف إن الـ S ماكسيم ده كانت إجابة شيت 3 اللي هو كان قبل المتر. أنا كنت كاتب لكم فيه الـ T developed والـ T starting والـ T maximum والقوانين بتاعتهم يعني. فنلاقي الاس على فكره الشيت ده في منه في حاجات كتير هنستخدمها، كانت في شيت 3 ده، يعني في علاقات وحاجات هتشوفوا دلوقتي، بس هو معتمد اعتماد كبير على القوانين اللي هنا. فالاس ماكسيمم الاس ام بتساوي ار 2 على جذر ار 1 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 تربيع. احنا عارفين ان الار 1 والاكس 1 بصفر، لو قلنا قال لي ايه الستيت اوف امبيدنس نيجليجبل، فالاثنين تربيع بيساوي صفر، هيتبقى عندي ار 2 على اكس 2 تربيع تحت الجذر، التربيع هيروح مع الجذر، هتبقى ايه؟ تبقى ار 2 على اكس 2. وانا الاس ماكسيمم هو مدالي معطى في المساله، المساله هنا هتقول لك ايه؟ السليب ذا موتور ماكسيمم تورك اتريتد فولتج اند فريكونسي اوكيرز ذا سليب، يبقى ده سليب اللي بيحصل عنده ماكسيمم تورك هو الاس ام بيساوي 0.2، يبقى ار 2 على اكس 2 بيساوي 0.2، يعني ار 2 بيساوي 0.2 في اكس 2. فدي علاقة ممكن أعوض من هنا بقى، دي واحد ودي اتنين، هعوض من هنا لهنا، فهتبقى كلها علاقة في الإكس اتنين، يبقى 0.2 إكس اتنين تربيع، 0.2 إكس اتنين كل تربيع، وهنا وهنا الإكس اتنين هتروح كلها مع بعض، هتبقى عندي العلاقة دي، تطلع في الآخر 1.193. فدي أول حاجة هو عايزها الـ I starting في الحالة الأولانية على الـ I starting في الحالة التانية. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ تمام، يعني جبنا علاقتين وحطناهم في المعادلة الآلي، كل اللي اتغير بس ان الاكس هي اتغيرت، بقت مضروبة في النسبة اللي هي بين الفريكونسي 2 على فريكونسي 1، بجيب بس عشان العلاقة اطلع برقم من العلاقة، فانا عايز اجيب علاقة بين ار 2 واكس 2، فبجيبها من ايه؟ من قانون الاس ام لانه مديها لي معطى. تمام، عايز بقى اجيب علاقة بين الستارتنج تورك الحالة الأولانية والستارتنج تورك في الحالة التانية. طيب قانون الستارتنج تورك، أنا عارف إن الـ I الـ T عموما T developed، سوري هو ده قانون T developed، بس بقى يعني ممكن نرجع خطوة لورا كده. الـ T developed عموما لو تفتكروا في القوانين بتاعة الباور فلو كان بيساوي الـ B إرجاب على الاوميجا اس،
خلاص، والبي الجاب كان بتساوي البي كفر لوسس على اس اللي هي 3 في الاي تربيع او اي 2 تربيع في ار 2. ار 2 دي بتبقى على اس، نزلنا الاس تحت على اوميجا اس، ده القوانين بتاعت الباور فلو مفيهاش حاجه. بس ده ما دام انا عايز عند الستارتنج فالاس بيساوي 1 فالاس هتطير بالشكل ده، وهخلي الاي بدل ما هي اي 2 هتبقى اي ستارتنج. خلاص، فده القانون تقريبا بتاع الستارتنج تورك. انا بقى هطبقه في الحاله الاولانيه، هطبقه في الايه؟ في الحاله الثانيه. طيب، كان في حد قال في الاول ان لما بغير فريكوانسي السبيد بتتغير، ده فعلا، لان هنا لما اجي ابص دي في الحاله الاولانيه هتلاقي ان الاوميجا اس باوميجا اس. الحاله الثانيه لما الفريكوانسي اتغير انا عارف ان الاوميجا اس او الان اس بيساوي 120 اف على بي، فالاوميجا اس زي ما ان اس هتتغير بالنسبه للاف، الاوميجا اس هتتغير بالنسبه للاف برضه بنفس النسبه لان هي بتتناسب طرديا معاها. فنفس الكلام هنا هيحصل زي اللي قبلها، بس هنا التغير هيبقى في الايه؟ في الاوميجا اس، تبقى 60 على 50 اوميجا اس بس، وهتعمل نسبة ما بينهم. هتلاقي ان لو حطيت ده على ده تي ستارتنج 1 على تي ستارتنج 2 هيطلع بالايه في العلاقة دي بس. وانت معاك ده النسبة ما بين 1 و2 اي ستارتنج 1 واي ستارتنج 2، معاك لسه مطلعها فوق، وعندك 60 على 50 اضربها هتطلع 1.7. طيب تي ماكسيموم القانون بتاعها زي برضو موجود هنا في الشيت ده، القانون ده القانون بيقول كده. انا عندي الار واحد والار واحد والاكس واحد مش موجودين، يبقى عندي اكس اتنين، اكس اتنين تربيع تحت الجذر هتبقى ايه؟ اكس اتنين بس. فيطلع القانون في الاخر بالشكل ده. انا ليه كده بقى هنا في فيز مش في واحد؟ لان ايه، انا عايز يعني ده القانون بشكل عام، وبعد كده هطبقه في الحاله الاولى احط في واحد، واطبقه في الحاله الثانيه احط في اتنين. فتلاقي تي ام واحد تلاتة في واحد تربيع على اتنين اوميجا اس اكس اتنين. خد بالك هنا بقى عندك اوميجا اس وعندك الاكس، يعني عندك الاوميجا اس وعندك الاكس الاتنين مع بعض، فالاثنين بيعتمدوا على الايه؟ على الفريكونسي، فهيتضربوا في النسبه دي، بس ده هيتضرب في النسبه دي هيتضرب في النسبه، فالاثنين هيتضربوا في ايه؟ في النسبه تربيع. نفس الكلام بالظبط، هتطبق ده على ده ايه؟ هيطلع 60 على 50 كل تربيع، لان كله هيروح مع بعض، كله هيروح مع بعض. انت عندك ال في 1 بيساوي في 2 فهيروحوا مع بعض برضو، هتبقى عندك النسبه دي فتساوي 1.44. 1.44 خلاص، احنا كده جبنا العلاقه بين الاي ستارتنج، جبنا العلاقة بين i starting 1 على i starting 2، وجبنا t starting 1 على t starting 2، وجبنا t maximum 1 على t maximum 2. ده اللي مطلوب في المسألة. في مشكلة في المسألة دي؟ هو اتفضل. حضرتك مش عشان نجيب الماكسيمم تورك، مش احنا معانا الاس ماكسيمم بنعوضها في قانون نقطة 3 على اوميجا اس اي 2 سكوير ار 2 على اس وكده ولا ايه؟ اقول تاني معلش. يعني هو مش حضرتك عشان نجيب الماكسيمم تورك، مش احنا معانا الاس ماكسيمم بنعوضها في قانون 3 على اوميجا اس اي 2 سكوير ار 2 على اس. يعني ايه؟ يعني احنا معانا الاس ماكسيمم نعوض بيها هنا يعني؟ نعوضها في قانون اللي هو بتاع 3 على اوميجا اس اي 2 سكوير ار 2 على اس كده صح؟ 3 اوميجا اس على ايه؟ 3 على اوميجا اس اي 2 سكوير ار 2 على اس. لا لا، تي ماكسيمم ليها القانون ده، ما بتعوضش بالاس ماكسيمم. لا مش مظبوط، لان التي ماكسيمم دي بتيجي من تفاضلات، يعني القانون ده طالع من تفاضل. تفاضل كان لو تفتكروا في ثانوية عامة كان التفاضل بيساوي صفر عند الماكسيمم، فهو فاضل التورك فتلعب عنده القانون ده. فالقانون ده انت عايز تجيب التي ماكسيمم تعوض في القانون ده، بس ما ينفعش تعوض بالاس ماكسيمم في القانون ده. تمام، فهمت حضرتك يا باشمهندس. خلاص يا جماعة، الدنيا واضحة ولا في حاجة مش واضحة في المسألة الأولى؟ المسألة رقم 2، 25 هورس باور 4 بول 50 هرتز. المعطيات دي ايه بقى؟ عشان برضو تبقى فاهم انت بتقرا ايه. ده الايه؟ البي ريتد او الباور الميكانيكال ريتد بتاع الاندكشن موتور، يعني ده اقصى باور ممكن يطلع من الموتور 25 هورس باور. 4 بول نمبر بولز 50 هرتز 1425 ار بي ام، اللي هو الايه؟ ال ان فول لود، يعني اقصى سبيد للروتور ممكن تطلع من الموتور ده، مش ال ان اس دي، ال ان فول لود اللي هي ال ان ام عند الفول لود. هذا ماكسيمم تورك اوف كذا، يبقى ده الايه؟ الماكسيمم تورك بالبير يونت. خلاص، خد بالك برضو لما تيجي تقرا انت عندك التي فول لود، انا عندي ده البي فول لود، يعني عند الفول لود عند اقصى حمل الموتور ده بيطلع باور ميكانيكال كذا،
وبيطلع اسمه التورك فول لود، ده بيساوي 1 بير يونت. خلاص خدها قاعدة كده، التورك فول لود بيساوي 1 بير يونت. يعني لو جبت السبيد هنا عندي ده الباور، باور فول لود، لو قسمت الباور على الاوميجا، فاللي هيطلع ده هو التورك في اللود، هو التورك اللي هيطلع عند الفول لود ده، مش هو الماكسيمم تورك. في فرق بين التي فول لود والتي ماكسيمم. التي فول لود هو التورك ديفلوبد عادي، اقصى تحميل للموتور. التورك ماكسيمم اللي هو ايه اللي كان اللي احنا شفناه هنا، ده التورك ماكسيمم، ده قيمه التورك ماكسيمم. انما التورك ديفلوبد بيفرق عند على حسب السبيد وقيمه عند الفول لود، يعني عند نقطه معينه الفول لود بيبقى ليه قيمه. يعني عند السبيد مثلا، عندي هنا عند فول لود، انا عندي عند السبيد 1425، السبيد دي عندها في الكاركترستيك كيرف ده هنفترض ان هي عند النقطه دي مثلا، فانا بحسب التورك، يبقى ده التورك عند الفول لود على طول. التورك عند الفول لود هو اقصى حاجه للموتور، فهو يعتبر مش اقصى حاجه للموتور، هو يعتبر الواحد بير يونت، يعني هو الايه 100% اللي بيطلع الموتور. ممكن يوصل التورك اقصى اكتر من كده، يطلع مثلا التي ماكسيمم ده اقصى تورك ممكن يتحمله، بس فعليا الواحد بير يونت هو التي فول لود مش التي ماكسيمم. التي ماكسيمم بيبقى اكتر من التي فول لود، وهنا بدليل ان هنا قال لك ان هو 2.5 بير يونت، يعني التي فول لود 1 بير يونت، التي ماكسيمم 2.5 بير يونت. ففي فرق بين التورك فول لود، في فرق بين التورك ماكسيمم. هو انا عايز بقى السليب ات ماكسيمم تورك والستارتنج تورك والماكسيمم تورك ان نيوتن متر. خلاص طب هو عايز اول حاجه السليب ات ماكسيمم تورك، بص كده هنجيبه ازاي. عايز الاس ام تي ام، وانا عارف ان التي فول لود 1 بير يونت. خلاص نرجع بقى للعلاقات اللي انا ايه لسه كنت بقول لكم عليها في شيت رقم 3. كان في علاقات، خدنا الاول علاقه بين الاي 2 ات ماكسيمم تورك واي 2 ات فول لود تورك. خلاص خلاص كانت ايه بتساوي العلاقه دي، بتتعوض بالاس ماكسيمم والاس فول لود وتطلع الايه الرقم. كان في علاقه تانية بين اثبات العلاقه، انا بس انا عايز النهايه بتاعتها، تي ماكسيمم على تي فول لود بيساوي العلاقه دي 1 زائد اس ماكسيمم على اس فول لود كل تربيع على 2 اس ماكسيمم على اس فول لود. فانا هاخد العلاقه دي كده واستخدمها عندي في المساله دي. بس تي فول لود بص كده هنقلب تي فول لود على تي ماكسيمم، المفروض هتساوي 2 اس ماكسيمم اس فول لود على 1 زائد اس ماكسيمم على اس فول لود كل تربيع. وصل ان هو يعني ضرب في حاجات وصل بيها العلاقه دي، يعني ضرب هي العلاقه دي، هي العلاقه دي بالظبط، بس هو ضرب الجزء ده فوق هنا. خلاص تلات العلاقه دي، انا عندي التي فول لود بواحد بريونت على طول، والتي ماكسيمم هو مديها لي باتنين ونص بريونت، الاس فول لود لسه مش معايا ولا الاس ماكسيمم، انا عايز اطلع الاس ماكسيمم. فانا الاس فول لود هقدر اجيبها ازاي؟ هقدر اجيبها من عارف ان الاس بتساوي ان اس ناقص ان ام على ان اس. طيب الان ام عند فول لود اهو مديها لي، اه مديها لي هو اهي، انا لسه قايل لك لما تيجي تقرا يبقى دي الان فول لود. فانا عندي الان اس هقدر اجيبها 120 اف على بي تطلع ب 1500، وعندي الان ام فول لود نقطه هقدر اطلع الايه الاس فول لود هيطلع 0.05. يبقى انا عندي الاس فول لود، عندي التي ماكسيمم، وعندي التي فول لود، اقدر اجيب الاس ماكسيمم. في علاقة تربيعية، دي معادلة تربيعية، لما تيجي طرفين في وسطين هتلاقي معادلة تربيعية. هو هنا عشان يسهل عليك قال لك إن أنت تعوض في المسألة دي على طول، لو أنت عايز الإس ماكسيموم وعندك الإس فول لود وعندك تي ماكسيموم وتي فول لود تعوض في المعادلة دي على طول. المعادلة دي يعني إيه؟ إس فول لود أنا جبتها، اللامدا دي بتساوي تي ماكسيموم على تي فول لود، تي ماكسيموم عارفين إن هو 2.5 بير يونت، والتي فول لود بيساوي 1 بير يونت، هتطلع 2.5. تعوض بال 2.5 هنا و2.5 هنا والاس فول 0.05 هيطلع الرقم معاك على طول بدل ما تكتب كل الكلام ده. بس هنا انا حاولت ايه افهمها لك، يعني انت المعادله دي هتعوض فيها تعويض مباشر هتطلع على طول. جبنا كده الاس ماكسيمم، هو عايز ايه تي ستارتنج. انا عارف برضو العلاقه دي، العلاقات دي انا اثبتها ورا تاني.
طيب مش مشكلة خلاص، يبقى أنا كده طلعت الـ SM من العلاقة دي، بتطلعها بشكل مباشر من هنا أو بتطلعها من العلاقة دي اللي هي النسبة بين الـ T full load على الـ T max. أنا عارف برضو إن هنا برضو كان لو أنا عايز أجيب الـ T starting برضو علاقة هنا starting على T maximum، وهنا الإثباتات بتاعتها يعني لما كنا بنحل في شيت رقم 3 كنا بنجيب الإثبات بتاعها ونحلها بالإثبات، إنما إحنا وصلنا في الآخر للعلاقة دي خلاص. لو جبنا الـ S maximum دي يعني قسمناها يعني هتبقى 1 على S maximum، يعني جبنا دي تحت كده هتبقى 1 تحت، يبقى 2 على 1 على S maximum زائد S maximum تربيع على S maximum اللي هي هتبقى S maximum، هيطلع العلاقة دي 2 على 1 على S maximum زائد S maximum. S ماكسيمم لسه مطلعها ال T ماكسيمم 2.5 بير يونت جيفن، هقدر اطلع T ستارتنج طلع 1.1346 بير يونت. طيب هو قال لي بقى انا عايز القيم دي كلها بنيوتن متر، اجيبها بنيوتن متر ازاي؟ لو جبت ال T فول لود اللي هو الواحد بير يونت وضربته في الايه في القيمة دي هطلع الايه ال T ستارتنج، ولو ضربته في الاتنين ونص هقدر اطلع الماكسيمم تورك. فطلع ازاي ال T فول لود؟ انا عارف ان ال T فول لود بيساوي الباور فول لود على الاوميجا ام، التورك البي بيساوي التورك في الاوميجا، البي ميكانيكال بيساوي التورك في الاوميجا. هو مديني البي في اللود ده دول ب 25 هورس باور معطى في المساله، هتبقى 25 يساوي 4 6 عشان احولها الوات على الاوميجا ام. اقدر اطلع الاوميجا ام ازاي؟ انا عندي الاوميجا ام عند الفول لود برضه اللي هو مديها لي مدالي الان ام بتاعتها دي، فاقدر اطلع منها الاوميجا ام يبقى 2 باي في 1425 على 60 طلع الرقم ده، هقسم ده على ده هيطلع ب 124.97، ده التي فول لود اللي هو بيساوي 1 بير يونت خلاص. فانا لو ضربت 2.5 في قيمه التي فول لود ده اللي هي 1 بير يونت هيطلع بالرقم ده اللي هو قيمه الماكسيمم تورك نيوتن متر، ولو عايز اطلع التي ستارتنج بضرب الرقم اللي انا طلعته ده اللي هو بالبير يونت اللي هو 1.1346 في قيمه التي فول لود بنيوتن متر هيطلع بقيمه هيطلع بنيوتن متر خلاص. مشكلة في المسألة دي؟ كده طلعنا اس ام اول، طلعنا حضرتك تيستنج بالبريون، بعد كده طلعنا كله بالنيوتن. اتفضل. يعني حضرتك اعتبرت ان التي فول لود هو البيز فاليو صح كده؟ اه هو الواحد بليون، خدها قاعدة هو البيز فاليو. لو انت فاكر البريون كنا بناخده في الترانسفورمر والحاجات دي فاعتبره هو البيز بيز تورك. خلاص الشباب في حاجة مش واضحة في المسألة دي؟ احنا لسه دلوقتي في المطلوب رقم ايه بس، مطلوب رقم بي انا هحل زيه تحت، فانا مش مرضتش اكرره في المسألة دي. رقم بي ممكن تجربه فيها في البيت بعد ما نحل المسألة. رقم 5 هتبقى واضح بالنسبة لك كبير، بس انا محبتش اضيع فيها وقت. خلاص خش مسألة رقم 3. بيقول ايه في مسألة رقم 3؟ 3 فيز 40 فولت 50 هرتز 110 كيلو وات 24 بور ستار كونكتد 245 ار بي ام. لازم تبقى فاهم ايه ده خلاص. هذا سليب اوف ماكسيمم تورك كذا، يبقى الاس ام قيمتها كذا. دي غلطة، المفروض دي 2، دي مكان 6.5 دي 6.2 خلاص، عشان الحل معتمد على 6.2. resistance measured between pair of slip rings is كذا. يعني ايه resistance measured between pair of slip rings؟ مبدئيا اي resistance لها علاقه بالسليب رينجز هي resistance بتاعه الروتر خلاص، لان الملفات بتاعه الروتر هي اللي واصله بالسليب رينجز. فهو انا قصده pair of slip rings، يعني انا مسكت سليب رينج وسليب رينج ثانيه وقست الريزيستنس ما بينهم، فانا كده قست resistance لتو فيزز مع بعض. فلو عايز اجيب الريزيستنس اللي هي ال R2 بير فيز بقسم 0.04 دي على 2 عشان اجيب ال R2، فعشان اجيب R2 من الكلمتين دول يبقى 0.04 على 2. يقول لك this motor drives a fan which requires كذا at the speed 110 كيلو وات، وهنا 110 كيلو وات، هنا بيبين لك ان الايه الباور مناسب للحمل والموتور مع بعض. I have the resistance should be connected in series with each slip ring so that the fan will run at كذا. Like this state of impedance and rotational resistance. طيب هنا بيقول ايه؟
هنا عمل سبيد كنترول. ازاي عمل سبيد كنترول؟ انا عندي السرعة كانت 245 ار بي ام، عايز يخليها 175 ار بي ام. طب احنا عندنا كنا قلنا ان في 4 طرق او 5 طرق للسبيد كنترول، ده انهي طريقة فيهم؟ دي طريقة الروتور ريزيستنس كنترول. يعني ايه روتور ريزيستنس؟ يعني وصل، هو انا بيقول لك انا عايز اوصل اكسترنال ريزيستنس مع اتش سليب رينج، يعني مع الروتور ريزيستنس، هيوصل ريزيستنس زيادة مع الروتور علشان يعمل ايه؟ يقلل السبيد. خلاص، فهنشوف دلوقتي قيمة الريزيستنس اللي انا المفروض احطها على زيادة على الستيتور، اوصلها زيادة على الروتور سوري، عشان اخلي السبيد 175. المعطيات اللي مديها لي مديني هنا الايه اس ماكسيمم 6.2، دي غلطة مطلعة. تمام، نبدأ نحل ازاي. انا عندي كده الكيس الاولانية انا مش موصل الاكسترنال ريزيستنس، فانا هتعامل مع الكيس الاولانية دي، هطلع منها الايه تي ماكسيمم. هيبان سيكونس الحل انا بطلع ليه القيم دي. يعني الاول انا عندي العلاقه ما بين التي فول لود والتي ماكس. تي فول لود عارف ان هي 1 بريونت على طول، الاس فول لود هقدر اجيبها ليه؟ لان انا عندي الان فول لود، اي حاجه في المعطيات هتبقى الفول لود، يبقى دي الان ام فول لود، واقدر اطلع الان اس اللي هي 120 في 50 على كام؟ على 24، طلعت 250، يبقى 250 ناقص 245 على 250 طلعت 0.02، يبقى دي الاس فول لود. تمام، مديني الاس ماكسيمم معطى، الاس ماكسيمم معطى اللي هي 6.2 او 0.062. التي ماكسيمم هل هو معايا؟ ده مش معايا، انا عايز اطلعه. التي فول لود هو 1 بريونت على طول، دي العلاقه او دي الاثنين هما واحد، بس عوض في العلاقه هتطلع التي ماكسيمم 1.711 بريونت، يبقى دي التي ماكسيمم بالبريونت. طيب في الحاله الثانيه، الحالة التانية بقى أنا إيه وصلت external resistance. لما أوصل external resistance إيه اللي هيحصل؟ ال NM بدل ما كانت 245 هتبقى كام؟ 175. فال S في الحالة رقم 2 هتتغير، تبقى 250 بدل 250 ناقص 245 تبقى 250 ناقص 175 على 250، تطلع 0.3. خلاص؟ هنا المفروض يعني إن دي برضو جزء مش موجود في المسألة، المفروض إن التورك بيتناسب مع السبيد تربيع. يعني التورك المفروض هنا التورك is direct proportion to the speed to the square of the speed، فالمفروض هنا بيقولها في الجزء ده، انا سبتها هنا في الجزء ده، يبقى تي واحد على تي اتنين هيساوي لان واحد على ان اتنين كل تربيع، ان واحد كان 245 ان اتنين كان 175 طلع بالرقم ده. فانا عارف ان التي واحد قبل ما اوصل external resistance او قبل ما اوصل اي حاجه اللي هي الواحد بريونت اللي هي التي فور لود بتاعتي، فاقدر اطلع التي اتنين في الحاله دي هتساوي واحد على النسبة دي، هتطلع 0.51 بريونت. طلعت التي اتنين وانا مطلع ورا التي ماكسيموم، اقدر اطلع من نفس العلاقة اللي استخدمتها ورا بس الاسات هتختلف، عندي هنا بقت اس اتنين بدل اس واحد، وهنا اس ماكسيموم اتنين بدل اس ماكسيموم واحد. فانا اللي ناقص عندي الاس ماكسيموم اتنين دي انا معرفهاش، هو اللي اداها لي معطى اللي هي الاس ماكسيموم واحد. انا هكمل حل المساله دي او هكمل حل الجزء ده وهرجع اعيده تاني عشان ممكن يبقى فيه لخبطه شويه. الاس 2 0.3 على اس ماكسيمم 2، عندي التي 2 انا طلعتها من العلاقه ما بين التي 1 على التي 2 اللي هي السكوير اوف سبيد دي، والتي ماكسيمم طلعتها من الكيس الاولانيه. خد بالك من هنا انا ليه استخدمت التي ماكسيمم هي هي في الحاله الاولانيه والحاله الثانيه، لان التي ماكسيمم في حاله الروتور ريزيستنس كنترول ما بتتغيرش زي ما انا وريتك هنا اهو، ده روتور ريزيستنس كنترول، التي ماكسيمم مش بتتغير، التي ماكسيمم ثابته. فانا استخدمتها في الحاله الثانيه نفس القيمه بتاعت الحاله الاولى. برضو الاس ماكسيمم اقدر اطلعها يا اما اربع، يعني ممكن اخد كروس كده واضرب في اس ماكسيمم هتطلع معادله تربيعيه، اطلع منها الاس ماكسيمم بتساوي كذا، او اعوض على طول في المعادله دي، اس ماكسيمم 2 بتساوي اس 2 لامدا زائد جذر لامدا تربيع ناقص 1، اللامدا اللي هي التي ماكسيمم على التي فول لود وهكذا. طلعت الاس ماكسيمم بكام؟ 1.966. خلاص، اس ماكسيمم 2 على اس ماكسيمم 1 بيساوي العلاقه دي. طب العلاقه دي جت منين؟ انا عارف ان الاس ماكسيمم بيساوي ار 2 على جذر ار 1 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 كل تربيع. خلاص، فهنا اللي تحت ده كله ثابت او كله مش موجود مثلا،
فانا الاس ماكسيمم واحد كنت انا مش موصل اكسترنال ريزيستنس، فالار اتنين كانت واحده، اس ماكسيمم اتنين ما كنتش كنت موصل، بقى يبقى ار اتنين زائد ار اكس 7. فلو حطيت اس ماكسيمم واحد على اس ماكسيمم اتنين هتطلع بالعلاقه دي، ار اتنين زائد ار اديشنال او ار اكسترنال على ار اتنين. ار اتنين هو مديها لي معطى اللي هو انا قلت لك انا اقسم 0.04 على 2 تبقى 0.02، والاس ماكسيمم 1 جبتها في الحاله الاولانيه، والاس ماكسيمم الاس ماكسيمم 1 هو مداري معطى، والاس ماكسيمم 2 جبتها من الحاله الثانيه كده معايا كله ما عدا الايه الار اديشنال نقدر نطلعها من الار. الجراف ده عايز المساله دي ولا مفهومه؟ باشمهندس ممكن الجزء الاخير حضرتك لما جيت قلت اللي هو ار 2 زائد ار اكسترنال على ار 2، طب هو يعني هو قال ار 1 بصفر صح؟ يعني ار 1 بصفر معناه في المساله؟ هو سواء كانت بصفر او مش بصفر مش هتفرق معايا. ليه؟ فاهم حضرتك. لان انا لما اعمل الريشيو ده على ده الاثنين هيطيروا مع بعض لانهم قيمهم ثابته، الار 2 بس هي اللي هتتغير. يعني الار 2 يعني الجزء اللي فوق ده هو اللي هيتغير بس، بص الجزء اللي فوق ده هو اللي هيتغير بس، بدل ما ار 2 في الحاله الاولانيه تبقى ار 2 زائد ار اديشن في الحاله الثانيه. فلو خدت ده على ده هتلاقي الاثنين الجزء اللي تحت ده طار مع بعض. ايه واصلة ولا فيها مشكلة؟ فهمت حضرتك. يعني احنا زودنا المقام، فاحنا هدفنا في المسألة نعرف قيمة الاس ماكسيم الجديدة اللي بيحصل عندها ماكسيم تو. بص باختصار المسألة دي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اوصل للمعادلة دي. دي جت من هنا، انا عايز اوصل لك ان هي جت من هنا، ان انا لو جبت الحلقة اس ماكسيمم واحد هتبقى ار اتنين قبل ما ازود ار اكسترنال على الترم ده كله. خلاص؟ اس ماكسيمم اتنين ايه اللي هيتغير؟ ان الحاله الثانيه انا هزود ار اكسترن يبقى ار 2 زائد ار اديشن، الجزء اللي تحت ده برده ثابت. خلاص؟ فلما اقول اس ماكسيمم 1 على اس ماكسيمم 2 هتلاقي ان الجزء ده راح مع الجزء ده، الريشيو يعني الجزء اللي تحت ده راح مع بعض، لا يفرق بس الجزء اللي فوق. الحاله الاولانيه هيبقى ار 2، في الحاله الثانيه هيبقى ار 2 زائد ار اكسترن. خلاص؟ تمام. انت مش ناقص خلاص وصلت دي. انا بقى دي اللي انا عايز اوصل منها للار اديشنال، هو الار اديشنال هو اللي عايز. فانا محتاج اجيب الاس ام 1 اللي هي معطى، محتاج بقى اجيب الاس ام 2. فانا كل الشغل اللي ورا ده عشان اجيب الاس ام 2 جيد. جبتها ازاي؟ عشان اجيب اس ام 2 في الحاله الثانيه هجيبها من العلاقه دي مثلا، فمحتاج اجيب التي 2 ومحتاج اجيب التي ماكس. انا بجيبها لك من ورا عشان تبقى فاهم احنا عملنا ايه. محتاج اجيب التي 2 واجيب التي ماكس، التي 2 هجيبها من العلاقه دي. المفروض ان التورك بيتناسب مع السبيد تربيع. خلاص؟ فاقدر اجيبها معايا التي واحد، واحد بر يونت، معايا الان واحد، معايا الان اتنين، الاتنين دول معطيات ودي معطى، هقدر اجيب التي اتنين. جبت التي اتنين، عايز اجيب التي ماكسيموم، اجيبها ازاي؟ التي ماكسيموم هجيبها من الحالة الأولانية، لأن التي ثابتة، فالتي ماكسيموم هجيبها من الحالة دي، من العلاقة دي، تي فول لود واحد بر يونت، الاس فول لود هقدر اجيبها من هنا، لأن أنا معايا الان ام فول لود، والاس ماكسيموم معطى، جبت التي ماكسيموم من هنا. هحطها هنا اهو، جبت ال T2 من هنا، محتاج ال S2 هجيبها من هنا اهو بال NM الجديدة، بس هيتفضل معايا ال S maximum 2 هقدر اطلعها من هنا. بعد ما طلعت ال S maximum 2 هتبقى S maximum 2 هحطها عند جوه ال R اديشن. هقدر اجيبها. واضحة المسألة ولا فيها مشكلة؟ فهمت حضرتك. مسألة رقم 4. ميتين وعشرين فولت. خد بالك مسألة رقم اتنين دي عشان تبقى فاهم برضه انت بتعمل ايه. هو هنا عمل روتو ريزيستنس كنترول، مسألة رقم اتنين، مسألة رقم واحد وهنا عمل فريكونسي كنترول، مسألة رقم اتنين في الحالة بي عمل روتو ريزيستنس كنترول برضه. مسألة رقم بي بقى هي نفس الحل بتاع مسألة رقم خمسة اللي هنحلها دلوقتي، فأنا عشان كده مرضتش أكررها يعني. مسألة رقم 4 بيقول ايه؟ في مسألة رقم 4 22 فولت 50 هرتز 5 بول 3 فيز اندكشن موتور هاز فولوينج بارامتر، مدين الماكسيمم تورك يعني ايه 200%؟ يعني 2 بير يونت. هات سليب 20% يعني 0.2 ده هو السليب ات ماكسيمم تورك اس ام. اف ذا سبلاي فولتج انكريز 2، هنا عمل ايه بقى؟ غير في قيمة الفولتج، غير بدل ما هي كانت 220 خلاها 300، بدل ما الفريكونسي كان 50 خلاها 60. ده اسمه في اوفر اف كنترول، غير الفي وغير الاف.
المفروض ان النسبه ما بين البي والاف تفضل نسبه ثابته عشان التورك ما يتغيرش، بس ده مش موضوعنا. هو هنا غير البي وغير الايه الاف، عايز بقى التشنج ان روتر كارنت، يعني الروتر كارنت اللي مسحوب في الحاله الاولانيه نسبه للحاله الثانيه، يعني يجيبه في الحاله الاولانيه ويجيبه في الحاله الثانيه. طب الحاله الاولانيه كنت شغال على ايه؟ على 220 وشغال على 50 هرتز خلاص، والتي ماكسيمم بالرقم ده والاس ماكسيمم واحد، يعني التي ماكسيمم في الحاله الاولانيه تي ام واحد بيساوي 2 بير يونت، والاس ام واحد بيساوي 0.2. هي العلاقات واحده، يعني لو تاخد بالك هي العلاقات واحده، يا اما استخدم اجي العلاقه دي وتطلع معايا بالشكل ده واضرب طرفين في وسطين واعمل معادله تربيعيه، يا اما اعوض في المعادله دي على طول. خلينا في المعادله دي على طول، انا عايز الاس واحد يبقى الاس ام واحد في اللامدا واحد زائد جذر لامدا واحد تربيع ناقص واحد. اللامدا عارفين ان هي بتساوي التي ماكسيمم على تي واحد، التي ماكسيمم هنا في الحاله الاولانيه بيساوي 2 بير يونت اللي هو 200% اللي جيفن في المساله، على التي واحد اللي هي 1 بير يونت بيساوي 2، اعوض هنا ب2 زائد 2 تربيع اللي هي 4 ناقص واحد في الاس ام واحد. الاس ام واحد هو مدها لي معطى ب0.2، اطلع اقدر اطلع الايه الاس واحد. طلعت ال S1 بالرقم ده هقدر اطلع منه السبيد، انا شغال عند سبيد ايه. خد بالك هنا هو هنا حل المسألة كله مع بعض، يعني A و B و C و D حللهم كلهم ايه اللي يطلع معاه بيطلعه، يعني هو عايز هنا change in speed، فهنا بدل ما يرجع يحسب السبيد بعد كده هو طلع ال S وتتحسب منها السبيد على طول، يعني دي ال full speed عند الحالة الأولانية. طلع ال S1 ومن ال S1 أنا عندي ال NS 120F على B طلع ب 1500، هيطلع ب 1420.45، فطلع السبيد. في الحالة التانية اللي اتغير الفولت اتغير والفريكونسي اتغير، فأنا عارف إن ال تي ماكسيموم، نيجي نبص كده على المعادلة، تي ماكسيموم هنا بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الفولتج، يعني الفولت لو اتغير تي ماكسيموم اتغير، بيعتمد على الأوميجا إس، الأوميجا إس بتعتمد على الإف، فبيعتمد على الفولتج وبيعتمد على الإيه؟ خد بالك من حاجه، ما بيعتمدش على الاف بس، يعني هنا بيعتمد على الفولتج تربيع، هنا بيعتمد على الاف بس ولا الاف تربيع؟ لا بيعتمد على الاف تربيع. ليه؟ لان انت هنا لو اعتبرنا ان الار واحد والاكس واحد مش موجودين، فهتلاقي ان اكس اتنين تربيع تحت الجذر تطلع اكس اتنين بس، فيطلع المعادله دي تقريبا 3 بي 1 تربيع على 2 اوميجا اس في اكس اتنين. عندك الاوميجا اس بتعتمد على الاف والاكس 2 بتعتمد على الاف برضه، فاعتماد التورك ماكسيمم على الاف يبقى ايه اف تربيع مش اف بس، يعني ده بيعتمد على الاف وده بيعتمد على الاف، فهتلاقي ان التي ماكسيمم بتعتمد على الفولت تربيع على الاف تربيع، يعني بيتناسب طرديا مع الاف في تربيع على الاف تربيع خلاص. فانا عايز تي ماكسيمم على تي ماكسيمم 1 على تي ماكسيمم 2، انا كده في الحاله الثانيه، فانا عايز اجيب التي ماكسيمم 2. تي ماكسيمم 1 هو مدولي معطى ب 200% يعني 2 بريونت، هيساوي في واحد على في اتنين تربيع في اف اتنين على اف واحد تربيع من العلاقة دي. عندي ال في واحد وال في اتنين، عندي اف اتنين و اف واحد، وعندي تي ماكسيم واحد، اقدر اطلع تي ماكسيم اتنين ب 2.58 بير يونت. طيب ال اس ماكسيمم بص على المعادلة برضه عشان تبقى فاهم، اعتمد على ايه؟ لو طبعا ال ار واحد و اكس واحد مش موجودين، ال اكس اتنين تربيع تحت الجذر تبقى اكس اتنين، هتلاقيها بتعتمد على الفريكونسي، يعني لو هي بتعتمد على الفولتج، يعني احنا غيرنا في الفولتج والفريكونسي، هل هي بتعتمد على الفولتج؟ لا. هل هي بتعتمد على الفريكونسي؟ اه، لان الاكس 2 هنا بتعتمد على الفريكونسي، والتغير في الفريكونسي هيغير في الاكس 2 فهيغير في الاس ماكسيمم، فالاس ماكسيمم تتناسب مع واحد على الفريكونسي، فعايز اطلع الاس ماكسيمم 2 مع الاس ماكسيمم 1، هتبقى الاس ماكسيمم 1 على الاس ماكسيمم 2 بيساوي اف 2 على اف 1 معايا كله ما عدا الاس ماكسيمم 2 طلعت بالرقم. خلاص. طب انا عايز اطلع الان ام 2، محتاج اطلع الايه ال S2، انا هلم لك كل المطاليب في الاخر خالص، يعني خليك معايا بس بالسيكونس ده وافهم احنا بنعمل ايه. هنا في الحاله الثانيه جبنا التي ماكسيمم 2، جبنا ال S ماكسيمم 2، بعد كده هنجيب ال S2 عشان اقدر اجيب السبيد. ال S2 هجيبها المعادله دي، خلاص عرفنا المعادله دي، سواء عايز اجيب ال S2 عايز اجيب ال S ماكسيمم 2 بتبدل بين دول، يعني اجيب اس 2 هتبقى اس ماكسيمم 2 في العلاقه دي، عايز اجيب اس ماكسيمم 2 هتبقى اس 2 في العلاقه دي. اللامدا 2 بيساوي تي ماكسيمم 2 على تي فول لود 2 خلاص.
خد بالك هنا الدي فول لود ثابت، يعني هنا قال لي ايه؟ المفروض هنا التورك كيبت كونستنت، المفروض هنا التورك ثابت مش بيتغير. فالتي فول لود 2 بيساوي تي فول لود 1 بيساوي 1 بريم، خلاص. فالتي ماكسيموم 2 اللي هي 2.58 اللي انا لسه مطلعها هنا دي، على تي فول لود 2 اللي هي 1 بريم، هيطلع بالرقم ده. هقعد بالرقم ده اللي هي اللامدا هنا وهنا، لسه ماكسيموم 2 لسه مطلعها هنا اهي. هطلع اقدر اطلع الاس 2، بعد ما اطلع الاس 2 اقدر اطلع الان ان ام 2 العلاقه دي. خد بالك من حاجه هنا، ان الاس ان اس مش ثابته، الان اس بتساوي 120 اف على بي، فالاف اتغيرت. فانا هجيب الان اس الجديده اللي هي 120 في 60 مش في 50 على 4800، هيطلع بايه؟ بالرقم ده. فانا دلوقتي طلعت الان ام 2، طلعت ان ام 1، بس اقدر اطلع الايه في مطلوب هنا، عايز فيه ايه؟ change in speed، فاقدر اطلع change in speed. change in speed يبقى ان ام 1 ان 2 ناقص ان ام 1. هنا قسم على ان ام 1 اللي هو ايه؟ البدايه اللي انا بادئ من عندها، انا بادئ من الحاله الاولى للحاله الثانيه، فانا عايز اشوف التغيير بالنسبه للحاله الاولى، فانا بقسم على ان ام 1 بالنسبه للحاله الثانيه، سوري بقسم على، سوري بالنسبه للحاله الاولى، فبقسم على الايه؟ على الحاله الاولانيه اللي هي ان ام 1. ممكن تجيبها ان ام 2 ناقص ان ام 1 بس مش هتفرق، اوكي. او تقسم على الحاله الاولانيه ان ام 1، هيطلع ايه؟ 22.5%. ده التغيير اللي حصل في السبيد مع تغير الفولتج ومع تغير الفريكونسي. كده احنا جبنا مطلوب من الاربعه. بعد كده عايز اجيب اول مطلوب عندي change in the rotor current، بعد كده عايز اجيب change in starting torque. خد بالك انا جبت النيو ماكسيمم تورك والسليب ات ماكسيمم تورك اللي هي دي، جبت التي ماكسيمم 2 هو نيو ماكسيمم تورك ونيو سليب ات ماكسيمم تورك، كده جبت الاثنين دول. يبقى انا فاضل لي اجيب change in the rotor current و change in the starting torque. عشان اجيب change in the rotor current I2، انا عارف ان I2 بتساوي في 1 على جذر، الكلام ده معروف بالنسبه لي. فالمفروض ان ال I2 بتتناسب مع الايه؟ مع ال في 1، يعني في 1 اتغيرت ال I2 هتتغير، ومع 1 على S تربيع تحت الجذر، يعني 1 على S بيعتمد على V1 و1 على S، يعني ال S في ال V. يعني لو عايز اجيب I2 1 على I2 2، يعني I2 في الحالة الأولانية على I2 في الحالة التانية، أو الروتور كارنت في الحالة الأولانية على الروتور كارنت في الحالة التانية، هيساوي V1 على V2 في S1 على S2. خلاص S1 أنا طلعتها، ال S2 طلعتها، ال V1 وال V2 بالأرقام دي هيطلع العلاقة بينهم 1.136. خلاص فانا عايز العلاقه النسبه تبقى ايه؟ اي 2 في الحاله الثانيه ناقص اي 2 في الحاله الاولانيه على اي 2 في الحاله الاولانيه. طب هل هقدر اجيبها من العلاقه دي؟ انا عندي هنا اي 2 في الحاله الاولانيه، لو عملت كروس هتطلع 1.136 في اي 2 في الحاله الثانيه، فعوض بالاي 2 في الحاله الاولانيه هنا بالرقم ده، هتطلع الاي 2 2 راحوا مع بعض، هيطلع العلاقه بالرقم ده كده. يعني ايه سالب؟ يعني الكرنت ما زادش، كرنت قل بنسبة 11.97%. عايز اجيب التغير في الستارتنج تورك، اجيبه ازاي؟ الحالة الأولانية من العلاقة دي برضو. خد بالك احنا اي علاقات بين التورك عملنا العلاقة اللي هي بين التي فول لود والتي ماكسيموم، او التي فول لود على التي ماكسيموم والتي ستارتنج على التي ماكسيموم. يعني اي تي ستارتنج عايز تجيبها بتجيبها من العلاقه دي، دي العلاقه الاساسيه. لما عايز اجيب بقى التي ستارتنج في الحاله الاوليه، بدل تي ام بس تبقى تي ام 1، بدل اس ام بس تبقى اس ام 1، هتعوض بده وهتعوض بده، تطلع معاك الرقم ده. الحاله الثانيه هتعوض باس ام 2 وتي ام 2، هتطلع معاك بالرقم ده. فده ناقص ده على الاولاني هيطلع بايه؟ 7.9%. طب الم لك المساله دي بشكل سريع كده، وعايز تغير في الايه؟ في الاي 2. اول حاجه كان عايزها عايز تغير في الاي 2، عشان اجيب تغير في الاي 2 هجيبها من العلاقه دي. عشان اجيب دي محتاج الاي 2 في الحاله الثانيه والاي 2 في الحاله الاولانيه. علشان اجيب النسبه ما بينهم بالعلاقه دي محتاج اجيب الاس 1 ومحتاج اجيب الاس 2. فانا بدل ما ابدا بالروتر كارنت هبدا بالايه؟ اجيب الاسات بتاعتي.
انا محتاج من الحاله الاولانيه اجيب الاس واحد ومن الحاله التانيه اجيب الاس اتنين. اجيب الاس واحد ازاي؟ بدل معايا التي فول لود وهو مديني التي ماكسيم، على طول اطبق في المعادله دي، او اطبق في المعادله دي خلاص، وعرفنا نطبق فيها ازاي. طلعنا الاس واحد بالرقم ده، كده جبنا اس واحد. محتاج اجيب ايه بعد كده؟ محتاج اجيب اس اتنين. اجيبها ازاي؟ برضه من العلاقه دي، اس اتنين من العلاقه دي. اجيبها ازاي؟ محتاج اجيب الاس ام ماكسيمم اتنين، محتاج اجيب اللامدا 2 اللي هي فيها التي ماكسيمم 2. اجيبهم ازاي؟ اجيبهم من العلاقه دي، العلاقه دي انا عارف التي ماكسيمم تتناسب مع الفي اوفر اف تربيع، والاس ماكسيمم تتناسب مع الواحد اوفر اف. اقدر اطلع التي ماكسيمم 2 واقدر اطلع الاس ماكسيمم 2. طلعت الاثنين دول اقدر اطلع، اطبق هنا اطلع الاس 2. جبنا كده الاس 1 والاس 2، اقدر اجيب الايه؟ الدلتا اي 2. العلاقه دي اقدر اجيب الايه؟ العلاقه ما بينهم، اقدر اجيب الدلتا اي 2 اللي هو تغير بروتوكول. ده اول مطلب. وانا بجيب المطلوب ده، جبت الاس 1 والاس 2 بناء على الاس ام 1 والتي ام 1. فانا دول تي ام 2 واس ام 2 سوري، فانا دول طلعتهم في الطريق كده. فتلاقي هو هنا طالبهم يو ماكسيمم تورك وسليب ات ماكسيمم وجبتهم. ما دام معايا اس 1 واس 2 اقدر اجيب ان ام 1. واحد جبتها وعوض فيها الدلتا اي، فاقدر اجيب ال ان ام 1 من العلاقة دي ما فيهاش حاجة، وأقدر أجيب الـ NM2 من العلاقة دي. بس خد بالك هنا لما جبت الـ NM2 الـ NS اتغيرت، يعني الـ Frequency اتغيرت، بقت 1800 مكان 1500. برضه جبت الـ إيه؟ NM2 و NM1، أقدر أعوض في العلاقة دي أجيب الـ Delta NM. خلاص؟ جبت كده الـ Change in Speed، عايز Change in Starting Torque، دي سهلة جدا. عايز Starting Torque تعوض إيه في العلاقة دي على طول؟ العلاقة دي محتاج بس ايه في الحالة الأولانية يبقى معايا تي ماكسيموم واحد والاس ام واحد، ودول انا طلعت او دول معطيات. ومحتاج في الحالة التانية تي ماكسيموم اتنين والاس ام اتنين، ودول انا طلعتهم. طلعت الاتنين مع بعض، هقدر اطلع النسبة ما بينهم 3.7 و9. حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ باشمهندس حضرتك، احنا في الأول حاجة احنا جبنا الاس واحد والاس اتنين والاس ماكسيم بتاعتهم، بس كان في حاجة خطوة كده كان حضرتك قلت اللي هو اس في اس في واحد هنا اهي دي. ايوه الحته دي احنا عملنا الخطوه دي ليه؟ لان انت عايز تجيب العلاقه ما بين الاي 2 في الحاله الاولانيه والاي 2 في الحاله الثانيه مع تغير الفولتج ومع تغير الفريكونسي. خلاص، فاجيبها تمام. ازاي؟ اشوف ايه اللي بيتغير بيأثر، يعني ايه التغيير اللي بيأثر على الاي. فرحت للمعادله بتاعت الاي دي، انا لو غيرت في الفولتج هل الاي هيتغير؟ تمام. تمام، بيعتمد على الفي، بيتناسب طرديا، يعني اي 2 1 على اي 2 2 بيساوي في 1 على في 2 كنسبة، صح؟ تمام صح. تمام. طيب انا لو عايز اشوف ايه اللي بيتغير تاني بيأثر على الاي، فهبص هنا الار 2 ما اتغيرتش، الار 2 ثابت، الاكس 2 المفروض ايه؟ ثابت ماشي. الاس هتلاقيها متغير. اتغيرت. بص الاس هتلاقيها اتغيرت ازاي؟ لان الواحد على اس تربيع تحت الجذر، اعتبر بقى ايه ان الار 2 والاكس 2 مش موجودين، واحد على اس تربيع تحت الجذر تبقى واحد على اس، يبقى بتعتمد على واحد على واحد على اس، يعني هي اس، يعني الاس دي هتطلع فوق، فهتلاقي ان هي بتعتمد على الاس بتعتمد على البي. تمام. انا غيرت الاس الاي هتتغير بنفس النسبه، يعني اس واحد على اس اتنين. خلاص وعوض بقى واجيب النسبة. بالظبط، هتعوض تجيب النسبه ما بينهم، بعد كده تاخد واحد بدلاله التاني وتعوض بيهم، بحيث ان كله يبقى ايه متغير واحد فيروح مع بعض. وصلت ولا لسه؟ فهمت حضرتك. مش ممكن بس سؤال تاني حضرتك، هو الماكسيمم تورك ثابت هنا؟ كل مسألة الماكسيمم صح؟ تورك مش ثابت هنا، الفول لود تورك على هو اللي ثابت. بص التي ماكسيمم ثابت في حاله الروتور ريزيستنس كنترول، يعني لما اضيف ريزيستنس، لما اقول لك انا عايز الاكسترنال ريزيستنس، فدي التي ماكسيمم ثابت. في حاله ان هو غير الفولتج وغير الفريكونسي الاثنين مع بعض، التي فول لود هو اللي ثابت. يبقى انا هضطر اجيب بقى من هو قانون كلوس اللي هو بتاع فول لود على ماكسيمم بتساوي 2 على اس ماكسيمم كده. بالظبط، يعني هنا لو كنا بنجيب الايه، هنا
محتاجين اللامدا، اللامدا هي تي ماكسيمم على تي فول لود، بس في الحالة التانية تي ماكسيمم 2 على تي فول لود 2. تي ماكسيمم 2 اضطريت ان انا اجيبها، جبتها من هنا. التي فول لود 2 هي التي فول لود 1 اللي هي 1 بير يونت. ليه؟ انا لسه كنت بقول لك في الشرح اللي في اول السكشن ان التي فول لود او التي انا بعمل، يا اما بعمل فريكوانسي كنترول بغير الفريكوانسي، بس في الحاله دي ده مش عملي، ده مش بيتم. ليه؟ لان اللي بيأثر على التورك بيأثر على الفلكس، فانا بعمل حاجه اسمها في اوفر اف كنترول، بحيث ان النسبه بينهم تبقى ثابته، بحيث ان الفلكس يبقى ثابت، بحيث ان التورك يبقى ثابت. ففي اوفر اف كنترول هنا انا عامل في اوفر اف كنترول، هنا غير في الفولتج وغير في الفريكوانسي، بحيث النسبه بينهم تبقى ثابته، بحيث ان التورك يبقى ثابت. يعني ايه التورك ثابت؟ يعني التي فول لود ثابت لو واحد بريمت. تمام، فهمت حضرتك، مش مهم، سمعت حضرتك. أسئلة رقم 5 دي سهلة مفيهاش حاجة. روتر ريزيستنس اوف 4 بول 50 هرتز لبرينج اندكشن موتور. اي مساله فيها اكسترنال ريزيستنس، عايز فيها الاكسترنال ريزيستنس اللي عامل فيها روتر ريزيستنس كنترول، لازم يبقى سليب رينج، ما ينفعش سكور كيج. سكور كيج مش هينفع اوصل عليه اكسترنال ريوستات او اكسترنال ريزيستنس. هذا ريزيستنس اوف كذا، يبقى الار 2 0.25 اوم بير فيز رانز ات 1440 ار بي ام ات فول لود. يعني دي ان ات فول لود، ان ام ات فول لود في الحاله الاولانيه بتساوي 1440. عايز اكسترنال ريزيستنس ماست بي ادد تو ريديوس سبيد اوف تو كذا. اول حاجه التورك از كونستنت، عايز الكلام ده احنا شفناه قبل كده يعني. نفهم بقى، هو انا ممكن اعوض في المساله دي على طول، دي على طول. لو تاخد بالك في المسألة اللي قبل كده كانت S ماكسيموم 1 على S ماكسيموم 2 بيساوي R2 على R2 زائد R external أو العكس. يعني بص في المسألة دي كانت S ماكسيموم 2 على S ماكسيموم 1 R2 زائد R additional على R2. هنا الوضع هيبقى مختلف، تبقى S1 على S2 مش S ماكسيموم. طب دي جت منين؟ هقول لك انا جت منين. انا عارف ان التورك دي العلاقه بتاعته، بس عارف ان التورك ديفلوبد دي العلاقه بتاعته، على اساس ان الايه، ان الار واحد والاكس واحد مش موجودين. بس كده دي ديفلوبد، لو شلت الار واحد والاكس واحد هتطلع معاك العلاقه دي. المهم الاكس اتنين هنا انا هتجاهلها، انا هنا بثبت لك دي جت منين. انت ممكن هنا عشان تجيب الار اكس تنين تعوض على طول بالاس 1 والاس 2، يعني تطلع الاس 1 وتطلع الاس 2 من السبيدز اللي هو مديها لك، والار 2 معاك معطى، تطلع الار اكس تنين على طول. بس دي بقى جت منين؟ جت من هنا. التورك في الحاله الاولانيه بيساوي الكلام ده، خلاص. هتلاقي الاس 2 طارت، ار 2 تربيع على اس 1 تربيع، الاس تربيع هتطلع فوق، التربيع يروح مع الاس دي، والار 2 التربيع هيروح مع الار دي، هيطلع معاك العلاقه دي في الاخر. طب في الحالة الثانية لما أوصل R external تطلع نفس العلاقة دي، بس R2 زائد إيه؟ R external. طب لو جبت T1 على T2، هنا بيقول لك T1 على هنا التورك كونستنت، يعني إيه؟ يعني T1 على T2 بيساوي 1. فلو جبت ده على ده هتلاقي إن T1 على T2 اللي بيتغير الـ S1 والـ S2 والـ R2، R2 زائد R external، كل الباقي هيطير مع بعض. هتطلع S في R2 زائد R external على R2 في S2. العلاقة دي بتساوي 1، فده هيساوي 1، هتعمل كروس هتطلع معاك اس 1 على اس 2 بيساوي ار 2 على ار 2 زائد ار اكس. واخد بالك من الفكرة؟ فالقانون ده جه من النقطة دي، خلاص. طيب انا دلوقتي عايز ار اكسترنال، عندي ار 2، هطلع الاس 1 بس سهلة، تساوي ان اس ناقص ان ام 1 على ان اس، اطلع ب 4%، واجيب الاس 2 ان اس ناقص ان ام 2 على ان تساوي 2.10. بس اس 1 اس 2 طلعتها، الار اكسترنال هيساوي من العلاقه دي هو اللي ناقص بس، يطلع بواحد اهو. طب في الحاله الثانيه بيقول لي التورك بيتناسب مع الان تربيع، انا عندي العلاقه دي طلعتها من المعادله من المره اللي فاتت، خلاص. بس تي 1 على تي 2 ما بيساويش 1، بيساوي ان 1 على ان 2 الكل تربيع، خلاص. فيطلع العلاقه منهم 1.44 مش 1، فهتحط 1.44 مكان ال 1، يبقى عندك ار اكسترنال هتطلعها، هتطلع بالرقم ده.
نفس المعادلة 1.55 اهو. في مشكلة في المسألة دي؟ بس طيب احنا نفسي كده أول خلصنا. اتفضل. خطوة بس أول خطوة اللي هي حضرتك قلت اس واحدة لاس اتنين، يعني حضرتك في المسألة قبلها كنا قلنا اس ماكس مع اس ماكس من اتنين، هو الإثبات بس. يعني هو أنا كل اللي عملته إن أنا رحت جبت القانون بتاع التورك وقسمت على القانون بتاع التورك. هو انا بقول لك هي جت منين، جت من هنا ان انا عندي هنا التورك بيساوي العلاقه دي. واصله معاك العلاقه دي جت منين؟ تمام مع حضرتك. تمام. طب التي في الحاله التانية ايه اللي هيتغير في الحاله التانية؟ ان انا بدل ما هي ار 2 بس هتبقى ار 2 زائد ار اكس 10 صح، والاس طبعا هتتغير، الاس هتبقى اس 2. تمام. تمام. لو حطيت التي 1 على التي 2 هتلاقي ان العلاقه ما بينهم، يعني حط اتنين مع بعض هتلاقي الاوميجا اس راحت مع الاوميجا اس، والبي واحد تربيع والتلاته طارت مع البي واحد تربيع والتلاته، تطلع العلاقه ما بينهم كده. في حاله ان هو قال لي تي واحد على تي اتنين او تي التورك از كونستنت، هنا في المساله هنا بيقول لك ايه ذا تورك از كونستنت. في اول حاله يعني ايه كونستنت؟ يعني تي واحد على تي اتنين بيساوي واحد، سوا واحد. العلاقه دي هتساوي واحد، هتعمل كروس هتطلع معاك العلاقه دي اس واحد على اس اتنين هيساوي ار اتنين على ار اتنين زائد ار اكس اتنين. فاحنا طلعنا ايه؟ ده إثبات للعلاقة دي يعني. مش مصر. بس هو في مشكلة، هو مش مديني ال x في المسألة x 2. اه طب أنا كده لما أجي أقسم هقسمها، طب ما هيكون معايا x 2 مش معلومة. لا ال اس 2 هتتجاهلها في الحالة دي. تمام. عشان أعرف أقسم يعني. او انت عشان تسهلها على نفسك اعتبر ان العلاقة كده يعني، يعني حاول تبقى فاكر ان العلاقة بتساوي كده. تمام. مش مهندس مع حضرتك. بس فال اس 1 اس 2 هتساوي ايه؟ هتقعد بالار 2 وتقعد اس 1 اس 2 هتطلع معاك على طول. مفهومة كده ولا فيها مشكلة انا في رقم 5؟ لا تمام. بتعتمد على مسألة القانون رقم بس بتاعتي. تمام. مسألة رقم 6 ماتلاب، حاولوا كده تجربوا فيها في البيت لو في وقت وتحاولوا تعملوها يعني. خلاص كده ايه ده كده شيت رقم 4 أو شيت رقم 5 فعليا يعني. طبعا قلت لكم أنا مش هديكم ريبورتات، أنا عايز بس إيه الناس تذاكر يعني قدر الإمكان. سيكشن فيه مشكلة أو في أي حاجة في الشيت ده؟ تمام. مش بسمع حضرتك. تمام، ناخد غياب.